تعالوا مع بعض هنعمل صينية مكرونة بالخضار لحضراتكم دلوقتي. ومقادير المكرونة على الشاشة، مكرونة سباكيتي أو بينا، بس أنا حابب طبعا تكون المكرونة سباكيتي في الطبق ده. أنت مش حباها تحطي بينا عادي. كوسة، فلفل ألوان، كتري من الأحمر النهاردة، وعندك كمان ممكن تحطي لها سجق وجبنة موزاريلا وزبدة وبصل وتوم وزعتر وكوسة. خلونا نحط المكرونة على النار، نكسب وقت تستوي. ماء مغلي مع قليل من الزيت والملح، بالشكل ده. هو ده حلو قوي. نقلب دول كده. ومقادير المكرونة على الشاشة، مكرونة سباكيتي أو بينا، بس أنا حابب طبعا تكون المكرونة سباكيتي في الطبق ده. أنت مش حباها تحطي بينا عادي. كوسة، فلفل ألوان، كتري من الأحمر النهاردة، وعندك كمان ممكن تحطي لها سجق وجبنة موزاريلا وزبدة وبصل وتوم وزعتر وكوسة. وأنا عايز أحط لها سبانخ، أحط لها ابن الهرم الغذائي بقى. كوسة يعني حديد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ لو المكرونة هتختفي بعد شوية. هو ده. نقلي بالك. حاضر، عينيا. شوف الحلاوة، شوف الحلاوة، خلصت. هو ده. طالما حطينا زيت وملح على المكرونة، حط ببطنك بطيخة صيف، لا هتعجن ولا هتتكسر منك خالص. بص عليها لسه، بص عليها زي ما هي، خلي بالك. ولازم تكون الماء بيغلي. والله العظيم بكلمك الكلام ده من قلبي. مطبخك رايق وزي الفل، الدنيا حلوة. بنزل دي نطلعها كده. اللهم صل على النبي. يلا تمام. تعالوا مع بعض سريعا. مكرونة خلاص استوت، طاسة شديدة الحرارة على النار. حب انا الشغل على النار، سيبك انت بقى. زيت زيتون. شوية بصل وشوية ثوم حلوين كده، وكعب زبدة يساعد على الاحمرار سريعا، مهم جدا. بصلاية ناعمة. الله الله. اعمل انا الصوص بتاع المكرونة الحلوة بتاعتي زي الفل. معانا السكينة. اقطع شوية خضار حلوين، الخضار بتاعنا، فلفل ألوان، كوسة، ده الفلفل الأحمر، برضه أحمر يا شفيق، ما تزعلش. بس واحدة صفراء وواحدة حمراء. حاضر. حاضر أهو، حاضر يا باشا. حاضر. إيديا نمسك الخضار ده كده نقطعه. كسرت لك اللون الأحمر. حلو. الخضار الجميل ده كده ينزل هنا. العب. معانا كوسة. فلفل ألوان. جوزك بيحب السبايسي، حط شوية فلفل حار سبايسي. النهارده عيد الحب، ما تزعلهوش. شيل ده ورا كده. الخضار معانا جاهز اهوت. نبدأ نقلبه تقليبة كويسة. نستعين بمية المكرونة الحلوة. الله. خلي دايما ميه المكرونه اللي بتستوي فيها مكرونه تستخدميها في الوايت صوص، تستخدميها في الصلصات بتاعه المكرونه. سبانخ معايا اهي كمان. ابن الهرم الغذائي، ولادك بيحبوا المكرونه حط لهم سبانخ، مش هياكلوا سبانخ لوحدها ابدا، مستحيل. حطها مع جمبري مع وايت صوص، حطها مع دجاج مع وايت صوص، حطها مع مشروم. السبانخ اهو، الشويه الحلوين دول مش هيبانوا في وسط الايه هيصه دي. حلو كلام. سبانخ بقى اصبح ان الاكل بتاعي فيه حديد، فيه معادن. باخد شويه سلق مكرونه. العب 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 العب. هو ده، خلص كده. ايه الجمال ده يا شيف؟ صلصه المكرونه. توابلك ايه يا عم الشيف هنا؟ شويه بهارات من الزعتر، ملح، فلفل، بابريكا، سبانخ. شفت السبانخ الناس ده غيرت مجراها ازاي؟ خلت لونها ومش باينه على فكره، ولو قطعت كمان زي يوم مش هيبان. السبانخ طبعا زي من الخضروات الورقيه، زي الخس، زي السبانخ، عندك الرجله، عندك الجرجير. دايما لما بيتقطع ويتعرض لخل او يتعرض لمحلول حمضي اكيد طبعا شكله بيتغير. شفت دي الخضره جميله. نجيب البايركس بتاعنا والمكرونه بتاعتنا.
اللهم صل على النبي. وعملنا شويه مكرونه لطاف حلوين زي الفل. نحط على الخضار بتاعنا جبنه، ده اختياري برضو اهو. تبشر الجبنه فريش كده احسن، يعني لما تجيب من عند البقال تجيب من عنده مثلا ربع كيلو جبنه موزاريلا، انا افضل تخليها عندك مغلفه وتبشرها فريش، تبقى على وش المكرونه تبقى حلوه. اختياري برضو اهو زي الفل. تمام اهو معانا شويه جبنه كمان باقيين عندنا من البيتزا بنحطهم. الاولاد بيحبوا الجبنه دايما جوه المكرونه. اه نقلب دول كده يا دلك. الجبنه لعبت هنا دور حلو قوي، طعم وشكل طبعا، ولعبت دور في قوام الصلصه بتاعتي، خلت الصلصه ايه كثيفه، يعني انا حاطط ميه سلق مكرونه. خلي بالك شفت المدرسه الطهويه المغازبه، هو ده، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طبعا ما تحرمهاش من شويه بقدونس حلوين زي الفل. اصبح ان الطبق بتاعي فيه كل العناصر الغذائيه. اخليه كده على جنب، اخد المكرونه بتاعت اللطيفه دي كده. اللهم صل على النبي. اهو يا باشا اهو اهو خلصت. ايه الحلاوه دي يا ام غازي، ايه الجمال ده اهو. شوف المكرونه نازله ازاي من قلب الطبق، تتكلم مصر اهو. والحله ما فيهاش مكرونه، بص على الحله اهي. صينيه مكرونه بالخضار، اسرع صينيه مكرونه بالخضار. ناخد الخضار بتاعنا اهو. شفت هو نازل على المكرونه ازاي، بيتكلم مصري اهو. سبانخ، فيتامين سي، حديد، معادن، كل ده يا دلعك. وفيها الحب برضو الاحمر اهو اهو اهو. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا شيف. اهو الف هنا وشيف اللي ياكل. هنقدمها هنا، اللهم صل على النبي. نطلع البيتزا من الفرن. عينيا، حاضر بسرعه عشان ما عندناش وقت بالشكل ده كده. لا ما اقولكش البيتزا بقى، صل على الحبيب قلبك كتير. شوف البيتزا وجمالها، سيرفيس كبير كده. اللهم صل على النبي، هو ده اهو هنا. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ. لا والجبنه سايحه والحياه حلوه. بسرعه كده عشان ما عندناش وقت. تعالي يا حلوه، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. مطبخنا النهارده تفاصيل صغيره. عينيا اهي، هي حلوه كده فل اه. تفاصيل صغيره ولكن دايما بقول المعنى كبير والطعم جديد. قدرنا نعمل كيكه لطيفه حلوه بتعبر عن مشاعر صادقه من اتجاه ام لطيفه وجميله لاولادها واسرتها. بنوته تخش المطبخ تعمل الحاجه الحلوه دي لمامتها لحبيبها. عندنا البيتزا عملناها برضو بطريقه سهله وبسيطه. عملنا طاجن مكرونه جميل او صينيه مكرونه بالخضار لطيفه. العصير اللي احنا شفناه من البدايه خالص ده عصير فراوله مع عصير مع صوص فراوله، بينضرب في الخلاط بيبقى لطيف وجميل. تقدر تحط له شويه فانيليا، شويه ميه زهر مع سكر حسب الرغبه، وتزينيه بالشمع الاحمر الحلو ده وشويه الحب اللي بيطلع من مشاعر جوه صديقه طبعا تجاه اسرتك واتجاه حبايبك وكل اولادك. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.